كعبين قهوه رجاله حتتنا. اسلم ايدك يا ولع. انا بقول لك ايه يا ولع؟ مفيش حد من المنتجين لمهرجانات سال عليا؟ مفيش غير المخبرين يا خفيف. المخبرين؟ شكله واسع يا ولع. بقول لك ايه؟ انا زهقان. احسن حاجه عملتها يا خيبوش، انا اصلا ما بعرفش العب شطيانج. وبعدين حريق، وبعدين في قعده المطلقه دي. يعني هنعمل ايه يا خيبوش؟ ما انت شايف اهو، حال الاجيام بقى في النازل خالص. الناس خلاص يا خيبوش بقى كلها خي ونسيت الشاي. ايه اللي بتقوله ده يا عم؟ يا هب على دماغك ولا ايه؟ يا عم حريقه احنا اتحفظنا في المنطقه، وكل ما بنيجي بنعمل مصلحه بنتقفش. اقول لك على فكره؟ اتفضل. تعالى نلم التبرعات. صدق صح يا. نروح منطقه ثانيه ونبدا على الابيض. ايه ده يا عم خيبوش اللي بتقوله ده؟ ده اول خطوات لليأس الاجرامي. يا عم خيبوش ده انت التاريخ، عملت هنا تاريخ اجرامي لكل الاجيال. عايز تسيب بقى ملعبك وتروح تلعب في ملعب تاني؟ اهي حياتنا قوي بينا خيبوش، واحنا وهما والزمن طويل. الزمن طويل.